مرحبا بنات، اليوم عندي لكم بيوتي تب. اللي تبي تثقل مكياجها عندها سهرة بالليل وما عندها وقت تمسح المكياج النهاري، شنو تسوي؟ تسوي خمس شغلات مهمة. أول شغلة، تحطين كومباكت باودر على كل وجهك. ثاني شغلة، يا تحطين كونتور أو هايلايت أو الاثنين. ثالث شغلة، بالنسبة حق العين، تحطي آيلاينر أو غمج الشادو. رابع شغلة، ركبي رموش. وخامس شغلة، غيري لون الحمرة. معاكم ميك اب ارتست فاطمة العزيزي.